الفنانه التشكيليه. سولتيني على الوضعيه ديال الفنان التشكيلي، هي بطبيعه الحال هي وضعيه مزريه، والوضعيه هو كيعاني بجميع المقاييس. هي نعطيك مثلا بحال المعارض اون جينيرال، دابا اي معرض اي اكسبوزيسيون خصها تنظم خص ضروري لا كوتيزاسيون. انا هاد القضيه ماشي يمكن انا ما كنعانيش منها دابا، ما كنعانيش منها ماديا، ولكن عدد ديال الفنانين اللي ما كيلقاوش القوت اليومي ديالهم باش عادي يشارك في ليكسبوزيسيون ويخلص واحد لا كوتيزاسيون ديال اقل الحاجه هي 500 درهم اون بليس دو سا. هو ما عندوش وما كيبيعش طابلويات، داك ليكسبوزيسيون هي باش يتسمى دار شارك في ليكسبوزيسيون. وهاد الاكراهات كيعاني منها بسبب شنو؟ علاش البطاقه ديال الفنان كتطلب منه على الاقل واحد 3 ولا 4 المشاركات في العام. اما زعما نورمالمون الفنان اون جينيرال لارتيست راه ما يمكن الحاله الماديه ديالو راه ما كتسمحلوش يشارك ثلاثه ديال ليكسبوزيسيون، ما يمكنلوش. هو كيعاني ولا حتى راه كيرسم وكيقول مصطبي تبع لي لوحه وحده في العام، احرك لي كوتيزاسيون هادشي. ولا دابا ما يمكنلوش يشارك ولا يمشي ولا يزيد خطوه وحده للقدام. الوغ الفنان خصو دعم من وزاره الثقافه، هي اللي خصها داك الدعم اللي غادي كنشوفوا الاعلاميه بانه تنشوفوا الجمعيات كاين اللي دار جمعيات تنظم مكان في مسرح او بعض الفنادق اللي تيطلب مبالغ خياليه لهذا الفنان المشاركه ديالو. هذا راي، هذا اجحاف في حق الفنان صراحه الله. هادشي ولا انا بعدا انا والله اللي كيألمني وليت كنحس بواحد الضغط كبير، خصك تواكب هاد النخبه ديال الفنانين، ولكن في نفس الوقت بحال اللي كتشوف راسك كتظلم فنانين اخرين اصلا ما عندهمش. راه واحد المجموعه كبيره ديال الفنانين اللي كيستاهلوا يكونوا في المقدمه وتسلط عليهم الاضواء، راهم كيعملوا هي في الظل، ما كيعرفهم حد، ما كيشوفهم حتى شي واحد. تنشكروا الاخت. لا مي كاينه واحد المساله اللي هي قلتي، هنا كاين فنانات هادوك الفنانين اللي ما عندهم باش يخلصوا باش يديروا كيدفعوا له واحد مضطر الفنان يدير هاد الحركه هادي باش الفنان يبيع اللوحه ديالو لفنان اخر اللي عندي هو الامكانيات، وكتعرض بسميه فنان اخر بسبب الماده بسبب عدم الامكانيات الماديه. راه اش غنقول لك، راه انا حبسني وما دير لي ما توقعليش هادي. انا نفضل السجن ندخل السجن وما توقع لي، حيت هذا راه اكثر بحال اللي كتقتل داك الفن، داك ترأف على هاد الفنانين وتشوف من حالهم وما يبقاش هاد اللوبي ديال لي كوتيزاسيون ديال باش اللي بغى يدير اكسبوزيسيون كيجمع الفلوس من لي زارتيست اللي عندهم لي مويان وكيديروا ليكسبوزيسيون وكيحتفلوا، وواحد اخر مسكين ما عندوش يمكن باش كي غن ما الحالات ديال الماديه ديالو منعدمه تقريبا. كيبان لك استاذ بان واحد الناس تيديروا واحد المهرجانات تيسرزقوا منهم ماشي من اجل هو هذه ولات ظاهره انا ضدها، وصراحه الله ولات كتخلع هاد الظاهره خايبه، وسورتو في الوسط الفني التشكيلي، حيت هاد الوسط خصو يبقى نقي، ما خصوش يدخلوا فيه هاد اللوبيات ديال التسمصير.